السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد المشروع هام جدا تم إنشاؤه بولاية تيارت، وهو مدرسة جديدة. يعني بعد ما دشنا وتكلمنا على مدرسة تكوين الإطارات نتاع الجامعات المحلية بسطيف، هي المدرسة الثانية تار النور بولاية تيارت، وهذا أمر والله كتير فرحني، لأنه هذه المدارس نتاع التكوين نتاع الإطارات نتاع تسيير الجامعات المحلية هو مهم جدا، خاصة يعني في المرحلة تاع البناء والتشييد والتنمية. وكذلك هذه المدارس هذه ستساهم لا محالة في التكوين المستمر، التكوين لا فورماسيون كونتينيو وإعادة التكوين للإطارات الموجودة حاليا. إذن فيه أمل كثيرة معلقة على هذه المدارس لرفع مستوى الأداء لدى المسؤول الجزائري بصفة عامة. ونخليكم في نهاية الفيديو هدايا، وإن شاء الله بادرة خير بالنسبة للوطن، والسلام عليكم.